السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم مرة جديدة أصدقائي قناة كروشيه أرت جاليري. اليوم راح نتعلم طريقة لاستغلال الأغطية البلاستيكية أو استخدام هدول البلاستيكات اللي بيكونوا محطوطين بترميزات الورق عنب، بيكونوا محطوطين على الوش مشان هيك بسوء ترميزات ورق العنب. أنا اخترعت فيهم فكرة، رح نستخدم الحلقة الخارجية بس خاصة بهذا الشكل. فيكن تستخدموا أي شيء على شكل حلقة مفرغة، فيكن تفرغوا الغطاء مثل ما أنا عملت هون وتستعملوه، يكون بس غطا شوي يعني سميك شوي مثل هاد شايفين، ولين ما يكون بينكسر. رح نبلش هلا إن شاء الله. رح نستخدم إبرة كروشيه مقاس 5، لحظة لظبط لكم الفوكس، مقاس 5، وخيط المكرمية السلسلة. رح نبدأ نعمل عقدة البداية. هلأ رح نجيب الحلقة أو الغطاء حسب اللي انتو استخدمتوه وندخلها من جوا هيك. هلا رح نشتغل اول وحدة، هي غير محسوبة، هي بس للتثبيت. هلا رح نشتغل 10 غرز حشو، واحد اثنين خلصت أصدقائي 10 غرز حشو. هلأ رح نرتفع بسلسلة ونعكس الشغل. هلأ نفس الشي بتاني صف رح نشتغل 10 غرز حشو، رح نبدأ من تاني سلسلة عنا اللي هي هاي. نشتغل غرز حشو عاديين بكل غرزة حشو سابقة، غرزة حشو من غير أي تزايد أو تناقص. رح نستمر بهاي الطريقة لعدد صفوف. هلأ نحنا هلأ هذا أول صف، هذا الثاني، رح نوصل لل21 صف، يعني 1 2 وتكملوا 3 4 لل21، وصف ال22 نحنا اللي رح نوصل فيه الطرف الثاني الإيد. رح ورجيكم شلون هلأ بيطلع الشكل الثاني بعد ما خلصوا. وهيك اصدقائنا بيكون هذا الشكل بعد ما نخلص 21 صف اللي قلت لكم عليه هون، شايفين هذا الشكل. هلا رح ورجيكم شلون رح نوصله. هلا شايفين هلا هاي الحلقة في إلها طرف أملس وطرف مسطح على الأخير، رح نخلي الطرف المنحني لبرا. هلا رح ندخل السلسلة بالخيط، رح نخلي حلق الحلقة اللي عنا لو إلها طرفين مثل تبعي، رح نخلي الطرف المسطح العادي لجوا. هلا شوف شلون رح نشبكها، شايفين أنا شلون كامش بهذا الشكل، السنارة من برا ما دخلتها من جوا. رح نسحب الخيط بعدين نروح على السلسلة اللي بعدها أو غرزة الحشو اللي بعدها وندخل، شايفين. هلأ رح اسحب هيك من اول حلقة، بعدين رح رد اسحب من الثانية، شايفين. رح رد عدلكن ياها، اول شي بنسحب هيك من فوق، بعدين بالحلقة اللي بعدها هون نسحب مرة تانية ومندخل الخيط، بعدين رح نعمل منزلقة باول جزء ومنزلقة بتاني جزء. هعدلكن ياها مرة ثالثة، نسحب من فوق بعدين بنرد بنسحب من الحلقة اللي بعدها، شايفين بصير عنا 3 حلقات. نعمل منزلقة من أول وحدة بعدين بنرد بنعمل منزلقة من الثانية، شايفين، مشان يكون الشكل عنا الإيد عادي، ما
لأنه لو وصلناها بطريقة تانية راح نلاقي غرز المنزلقة طالعة من فوق بشكل مختلف عن الإيد التانية اللي هي بدون أي منزلقات، عشان يطلعوا نفس الإيدتين بنفس الطريقة. هلأ راح أكمل وورجيكم شو راح نعمل بالأطراف. بيكون أصدقاء الشكل هيك بعد ما نخلص، شايفين المنزلقة من جوا بتكون. عشان يكون الشكل نفس بعض. هلأ ما رح نقطع الخيط، رح نكمل فيه. هلأ مجموع الصفوف عنا صار 22 صف بالتمام والكمال. في صفين ما رح يكونوا محسوبين اللي هن الصفين الوصل. يعني هلأ رح نعمل 20 غرزة منزلقة. هلأ بعد ما خلصنا أصدقائي تشبيك الإيد بدنا نبلش بالمنزلقة. مثل ما قلت لكم رح نعمل سلسلة، نقطع الخيط. ليش ما رح نكمل فيه؟ لأنه نحن بهي الجهة إذا كملنا فيه رح تكون شكل المنزلقة من جوا، نحن بدنا المنزلقة تكون من برا. شايفين يعني بدنا نبلش من يمين الشغل اللي بيكون من برا. هلا أصدقائي مشان نبدأ بالمنزلقات رح ندخل بالغرزة اللي بعد الإيد على طول. شايفين هذا صف الإيد هون، فيه وحدة رح ندخل فيها الخيط عشان نشكل 20 منزلقة. هلأ بالصف اللي بعده شايفين هون رح نعمل المنزلقة على الأطراف، نشد الخيط هلأ من داري بعد ما نخلص. هلأ باللي بعدها على طول هاي كمان منزلقة. هلأ باللي بعدها ننقي الغرز اللي على الأطراف بهذا الشكل، بنكمل. هلا هون حلقتين، بنقي الحلقة اللي برا شوي عشان يطلع الصف كله مستوي. راح كمل اوصل للطرف التاني بورجيكم شو بدنا نعمل. هلا وصلت اصدقائي للطرف التاني، شايفين اخر بعد ما اخلص اخر سلسلة راح اخلصها قبل الايد بالغرزة اللي قبل الايد على طول مثل ما اللي بلشنا فيها. هلا راح نقطع الخيط، منيح انه هذا الخيط رفيع فمداراته سهلة يعني اخفائه. هلا رح نخفي هذا الخيط والخيط تبع الايد خيط البداية، ورح نعمل نفس الطريقة اللي عملناها هون رح نعملها على الطرف الثاني. ولازم نحاول قدر الامكان يطلعوا معنا 20 منزلقة، لانه رح نعلم فيهم شلون نحيك الاطراف من خلاله. هلا رح اعمل الطرف الثاني وبنشوف شلون بدنا نعمل الاطراف. هلا اصدقائي رح نعمل الاطراف. هي اول طرف انا عامله، رح نجيب الخيط اللي اخترنا اللون تبعه، نعمل عقدة البداية، ندخل الصنارة، بعدين نشتغل 3 سلاسل، 1 2 3. هلا سلسلة ارتفاع. هلا رح نعمل من تاني سلسلة عنا رح نعمل غرزة حشو، والثالثة والرابعة. هذا الخيط انا نسيت لكم اول شي بالايد شلون تعملوه، بس بتفكوا هاي العقدة لانه شكلها بشع كتير. شايفين بس بتفكوه. هلا رح نرتفع بسلسلة، نعكس الشغل. هلا رح نشتغل بالحلقة الخلفية بالباك لوب، 1 2 3. هلا بآخر سلسلة رح نتزايد وحدة تانية يصيروا 4. هلا رح نرتفع
نقلب الشغل كمان مرة تانية، مرة تانية نشتغل بالحلقة الخلفية غرز حشوة عادية. هاي 2 3 4 بآخر الصف، هاد رح مرة تانية رح نتزايد مثل هداك الصف، حيصيروا عنا 5. شايفين هلأ مرة تانية نرتفع نلف الشغل، 1 3 4 5 وآخر وحدة مثل ما اتفقنا بنرد بنتزايد فيها، يعني 6. رح نرتفع بسلسلة، نقلب الشغل مرة تانية بالباك لوب، 1 2 3 4 5 6 وآخر وحدة بنزيد وحدة تانية، يعني 7. مرة تانية رح نرتفع، 1 2 3 4 5 6 آخر وحدة 7 8. رح نزيد بعد. هلا آخر صف عنا رح نرتفع بسلسلة، رح نعمل 8 غرز حشو العاديين، 1 2 3 4 5 6 7 8 و 8 آخر وحدة. وآخر شي بعدين 9. وهيك بنكون خلصنا الطرف. هلأ رح نشوف شلون رح نشبكه. نحن أنا أكدت على عدد المنزلقات بالإيد مشان نعرف بالتمام نشبك. رح نبلش من عند أول وحدة لأنه هذا المقاس أنا عامله مظبوط مشان يتركب بالضبط على عدد الغرز هون. هلأ أصدقائي رح نجي للتشبيك، نجي للطرف هاد، رح ندخل من عند اول سلسلة. شايفين السلاسل لازم يكون عددها مظبوطة المنزلقات، لانه نحنا رح نطبقهم على بعض، يعني عدد هاي موازي لعدد هاي، لانه اذا ما كانوا الاعداد متوازية يعني ما بيمشي الحال، بيطلع طرف اعلى من طرف. فنحنا هلأ على حسب ما نحنا ماشيين على الارقام رح ندخل باول وحدة. هيك انا عددها هي 20، هلا رح نسحب بهذا الشكل. هلا باللي بعدها رح ندخل كمان بالحلقتين، نشوف المكان اللي يليه نسحب منه، من 3. شايفين هلا برضو ثالث وحدة رح ندخل تحت الحلقتين، نشوف المكان اللي بعده نسحب، بعدين من تحت 2، بعدين منزلقة. شايفين بهي الطريقة رح كمل لقبل الأخير وبنشوف سوا شو بنعمل. وصلنا أصدقاء إلى آخر وحدة سلسلة قدامنا،
شايفين وصلنا لآخر وحدة. هلأ مو مشكلة لو مثلا لقيتوا زاد معكم غرزة نقصت غرزة، حاولوا مثلا لو لقيتوا حينقص غرزتين دخلوا، مثل ما أنا هون مثلا دخلت بمكان زيادة، لقيت يعني يمكن أنا خربطت بوحدة من هدول، لأنه ما في عدد محدد، يعني إحنا عم ندخل بين السطور يعني هيك تقريبي. فعادي حاولوا مثلا تضلوا عم تشدوا الشغل وتعملوا منزلقات لحتى تلاقوا الايد هون اخرها، واصل لاخر هاي الايد، يعني الخطأ وارد خاصة هون لانه ما في على الجنب التاني، في جنب منزلق وفي جنب ما في شي، يعني مجرد سطور نحن عم ندخل بيناتها، فالخطأ وارد لانه العدد مو ثابت كتير على الاخر. يعني انا حاولت قدر الامكان خليه مظبوط. هلا شايفين اخر وحدة هي قدامنا، رح ندخلها هون. بعدين نرجع ندخلها بهي الحلقة هون. هلا رح نداري كل هاي الخيوط، رح داريها وبنرجع مع بعض. خلصت الأطراف أصدقائي، شايفين صاروا بهذا الشكل. هلأ رح نعمل الإيد، رح نحيك حواليها بخيط الخيش، رح نستخدم إبرة كروشيه مقاس 2.5. هنجيب الخيط ورجيكم شلون التشبيك البداية. رح نعمل أول شي عقدة البداية، ندخل الصنارة من جوا. هلا رح نعمل السلسلة أول شي، ثواني. نعمل السلسلة، نرد مرة تانية نسحب بهذا الشكل، رح نحيك هيك حواليها. شايفين راح تكون ياها مرة تانية، بنسحب من الخيط بعدين بنطلعه لفوق، نسحب منهم هن الاثنين، نضل عم ندفشهم للطرف لحتى نلاقي الصف تملى بحيث ما يبين الايد. شايفين؟ وبعد ما نخلص هدول راح ندخلهم من جوا من الداخل، والنهاية برضو نفس الشي راح خلصها ونرجع سوا. وهذا أصدقائي بيكون الشكل بعد ما نخلص الإيدتين. طبعا هاي الحقيبة الصغيرة فيكن تستخدموها، مو مجرد شكل، يعني ممكن تستخدموها كمحفظة صغيرة للفلوس، ممكن تحطوا فيها فلاشات. شايفين عندي دول الفلاشات، قارئة الذواكر مثلا تحطوها فيها، تسكروا نقوا أشياء مناسبة لحجمها. وفيكن كمان تركبوا عليها هذا القفل اللي بيكون عبارة عن جزئين، بيكون مغناطيس، شايفين عم بستحكم فكه، بيكون هذا الجزئين بيركبوا هون، واحد هون وواحد هون، بحيث انه تسكروها وتضل قافلة معكن. هلا اصدقائي بالنسبة للتزيين فيكن تستخدموا اي شي عندكن، ممكن تستخدموا حلقات اللولو الصغار او دوائر اللولو عفوا الصغار، ممكن تستخدموا هذا الشريط اللي بيكون شكل على شكل بواز كهذا، بينحطوا او يحطوا على الطواقي، ممكن تزينوه هيك. ممكن القلب اللي صنعناه بالقناة تصنعوا له لون مناسب تحطوه هيك، ممكن اي شي عندكم. مثلا هذا عندي انا حرف الاف الخشبي، شايفين شلون بيطلع لذيذ كتير حلو هون. فيه دول بيشبهوا المجوهرات الصغار، انا اللي راح احطهم هلا. راح نحمي مسدس الشمع ونحط شوية عليهم من ورا،
ملزون، هاي وحدة هون مثلا نلزقها. بهذا الشكل اللطيف. اي شيء فيكم تستخدموه عنكم فيكم تلزقوا لي، فيكم تلزقوه على الايد من هون، مجموعة من اللوليات بيطلعوا لطيفين كمان. حاكتفي انا بهذا التزيين، هيك اصدقائي بكون خلص مشروع اليوم. بتمنى الفكرة تكون نالت على إعجابكم باستخدام كباسات قطرميزات الورق عنب أو أي شيء دائري مثل ما قلت لكم، مفرغ فيكم تستخدموا هذا الغطاء، بس قلت لكم يكون لين شوي مشان يستحمل ما ينطق. مثل نفس الشغل بالتمام، كل الشغل نفسه بس بتفرغوه بهذا الشكل. بدي اشكركم كتير على الكلام الجميل اللي كتبتوا لي بالبوست تبع الاحباط اللي نزلته على القناة، يعني كلامكم كتير فرحني والله واسعدني. وكمان اذا بتحبوا تشاركونا على شغل، تشاركونا شغلكم اللي عملتوه سواء هذا المشروع او اي مشروع تاني، فيكم تبعتوا لنا الصور على صفحة الفيسبوك وتتابعونا هنيك. لا تنسوا الاشتراك بقناة اليوتيوب والإعجاب بالمقطع واقتراحه لصديقاتكم إذا عجبكم المقطع، وشكرا كتير على المشاهدة.